من مركز طقس العرب، الأحوال الجوية المتوقعة للأردن وفلسطين. بداية من هذه الليلة، تكون الأحوال الجوية مائلة للبرودة ورطبة في العاصمة عمان والقدس عاصمة فلسطين، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، طقس رطب ولطيف في المناطق الساحلية في فلسطين. أما يوم الجمعة فيكون الطقس خريفي معتدل في العاصمة عمان والقدس، درجات الحرارة تكون أعلى من المعدلات بقليل مع ظهور بعض السحب العالية والمتوسطة. وبالانتقال إلى يوم السبت، هنالك ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليكون الطقس خريفي معتدل في مختلف المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحدود 2 إلى 4 درجات مئوية مع ظهور السحب العالية والمتوسطة في جنوب وشرق المملكة. وفي النهاية، رحم الله شهدائنا في فلسطين، وندعو الله نصرا عزيزا يشفي به صدور المؤمنين، ودمتم في أمان الله.